ثبات في اصولها، وما بنتكلمش عن السوشيال ميديا اللي طلعت جديد، اللي كل حد طالع يطلع من بقه اي كلام ونصدقه. يبقى لازم الناس دي تقرا كويس وتعرف تاريخها ايه وتعرف مين مثقفيها وكتابها. لما قيمه زي جمال حمدان وغيره كتير كتير من الكتاب كانوا بيقولوا كلمه، بتبقى كلمه اولا بيتم البحث فيها كتير جدا جدا، يعني مش بيكتب كده وخلاص. تاني حاجه كلمه صادقه حقيقيه. الناس اللي ذاكرت التاريخ واللي قرت التاريخ واللي قرت الكتاب دول عارفين يعني ايه. للاسف ان السوشيال ميديا بقى اي حد يطلع يقول عليه اي كلام واحنا بنصدق بدون اي توثيق. ويمكن ده اللي هرجع له برضو واشوف وارجع بقى يعني بضيفي ورا شويه، بما اننا كنا بنتكلم عن جمال حمدان. دكتور حسام فرحات اللي منورنا مره تانية، استاذ الموارد البشريه بالجامعه الامريكيه، وكنت سالت حضرتك عن سيكولوجيه مطلق الشائعه، لكن حبيت بما اننا شفنا تقرير عن جمال حمدان واشوف الفرق بين المعلومه اللي كانت بتتقال زمان حتى لو كانت غلط، بس كانت احيانا مش كل معلومات زمان كانت صادقه، واللي حاصل دلوقتي. في الأول طيب نحاول نعرف الشائعة عشان نبقى عارفين هي إيه. الشائعة هي حاجة بتنتشر بين البني آدمين تمتلك جزء من الحقيقة، يعني لابد أن يكون فيها جزء من الحقيقة يبني عليها ويبني عليها، ونبدأ هذا الجزء يتضخم أو يحور أو يختلف ليقابل رغبة لدى المتلقي. يعني الإشاعة مش هتمشي غير لما يكون الناس عندها استعداد لتقبل الإشاعة. وبالتالي لما نيجي نتكلمنا على مثلا جمال حمدان، لما كان بيكتب هو بيكتب حقائق من وجهة نظره، هذه الحقائق إذا قابلت هوى عند المتلقي فسيعدها. يعني أنا دلوقتي اتفرجت على التقرير، جه في ودني اسم الأستاذ جمال حمدان، حسنين هيكل، الرئيس جمال عبد الناصر، الكلام ده كله هو اللي ثبت معايا. اتقال ايه تاني؟ مش اكيد غير ان الاشياء التي لها هوى لدي. فالشائعه لا تنتشر الا بالبيئه، البيئه التي تسمح لها. طيب لما نيجي نشوف بقى بالنسبه للمطلق الشائعه، مطلق الشائعه عامه هو بيكون اما شخص مغرض له غرض، الغرض ده ممكن يكون سياسي، ممكن يكون اي حاجه، او يفتقر الى الثقه والاهتمام. بمعنى ان هو محتاج انه دايما، كل بني ادم مننا محتاج ان هو يلاقي حد مهتم بيه، ولكن ده مفتقر للاهتمام، فبيحاول ان هو يبقى في محور الحدث عشان يفضل عليه الاهتمام. فيبقى النقطه ان هو بيكون سايكولوجيكالي بيعاني ان هو مش حاسس ان هو مهم زي ما يستحق ان يكون، وبالتالي بيقعد رجل على رجل ويتكلم كلام الخبير ويبدا ان يقنع البني ادم. طيب ايه بقى حكاية السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا بقت ببلاش، مش بس بقت ببلاش، دي بقت بتجيب فلوس. ايوه صح، بتجيب فلوس كتير. فيبقى انا اخش اقول كلام ابهره على رأي الناس اللي بتشتغل في الاكل والطبيخ، ابهره، احط شوية بهارات جميلة كده واكبر الموضوع شوية، بحيث ان البني ادمين تبقى عندها قبول او استعداد لتقبل الموضوع. زي ما بيقولوا كده لما بنيجي نعمل الحواوشي، مش مهم نوع اللحمة قد ما مهم نوع الفلفل اللي بيتحط فوقيها، بحيث انه ايه يغطي يبقى الحقيقة هي اللحمة والبهارات هي اللي بتخلي الحاجة لها الطعم ده. وبالتالي يبقى هو بيعمل كده اما ان هو محتاج ان هو يحس ان هو مهم، او ان هو يجد مقابل من نشر الشائعه او نشر ما يكون. وبالتالي يبقى هنلاقي ان في ناس كتيره جدا جدا ما عندهاش مانع انها تعمل كده بمقابل المقابلين دول، مقابل الاهتمام والمقابل المادي. هينام ويصحى ما بيفكرش في حاجه غير ان هو يوجد اشاعه مبهره، يعني تبقى فيها بهارات جميله كده بحيث ان كل الناس تسمع له. طيب ايه البيئه الخصبه لانتشار الاشاعه؟ وهي دي يمكن اهم حاجه. ايه البيئه الخصبه جدا لانتشار الاشاعه؟ هو حاجتين، الغموض والاهميه. الامر لو واضح يعني لو الموضوع واضح ولو ابعاد 1 2 3 4 من الصعب جدا انك تقدري تنشري عليه اشاعه. كويس؟ فكل ما تزداد غموض الخبر، كل ما يزداد غموض الامر، كل ما يبقى الاشاعه لها انتشار اكبر، لانها يعني بتحاول تشرح
لحد حاجة هو ما هوش فاهمها. خليني اوضح بس نقطه هنا، يعني دايما احنا بنناشد وبيحصل الى حد كبير يعني، بس الجهات الرسميه في اي مساله، مش هنتكلم حتى عن الكوفيد 19 او الكورونا اللي احنا فيها، انه يطلعوا فورا يدلوا بتصريحات الحقائق سريعه يعني فور حدوث الحدث نفسه وحقيقيه. فبالتالي انا بقفل السكه على اي مروج إشاعة وببني ثقة ما بيني وما بين المتلقي طول الوقت، فمش هسمع غير من المصدر ده. وهي دي بقى القوة في ان انا لو عايز احارب الإشاعة لازم اوجد ما بيني وما بين المتلقي الثقة في ان كل ما اقوله هو حقيقي وما بتأخرش عليه وما بديش فرصة لحد ان هو يؤول ما اقول. في التحدث العام دايما كده، وبرضو انا بقولها بالانجليزي دايما بحاول احفظها للناس، خلي الستيتمنت شورت اند سويت، يعني قصيره قوي 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 وفيها كل اللي انت نفسك تقول. شورت اند سويت. طول ما بنقعد نطول ونعيد ونزيد ونحكي حكايه تاني بيحصل ايه؟ اوتوماتيك. الرساله اللي احنا بنحاول نقولها للناس بتتخفف خالص، يعني بتبقى مخففه، فتسمح تاني للي بيحاول ان هو يعمل اشاعه ان هو ياخد من التخفيف ده ويروح مؤول الكلام، وشفت هو قال كده وبعدين غلط بعد شويه وقال كده. ايوه صح. بس ونبتدي ندور. طب دكتور، الثقه برضو دي مهمه. دي مهمه جدا. بما اننا كنا بنتكلم برضو عن زمان ودلوقتي، او شفنا تقرير عن فكره الكتاب زمان والميديا زمان، ويعني ملوش علاقه قوي طبعا بجمال حمدان كشخص، لكن سيكولوجيه المطلق الشائعه زمان، هم زمان ما كانش العصر الوردي، كان فيه برضو حاجات بتتقال مقصود انها الناس تصدقها، ومطلق الشائعه دلوقتي والمتلقي زمان والمتلقي دلوقتي، وايه اللي اختلف؟ طيب انا هقول شائعتين من الشائعات المشهوره جدا. واحد، محطه المطار السري اللي كانت على الطريق الزراعي. كان في دايما كده على الطريق الزراعي ايام ما بين حرب 67 وحرب 73، كان في ناس يقول لك انزل محطه المطار السري. سري. بس احنا كنا عارفين، بس كل الناس عارفه. فايه اللي كان بيحصل؟ هي دي كانت اشاعه الهدف منها لفت انتباه يعني انظار العامه الى ان احنا لسه في حاله حرب، وان ممكن يكون في حاجه قريبه هنا، وبالتالي انتشرت عليها الاشاعه، وكانت دي اشاعه استراتيجيه. تيجي برضو مثلا حاجه تانية، كان احد ماركات، عشان ما بقاش بعمل اعلان، احد ماركات ال اسمها ايه، الخياطه. الخياطه قالوا، طلعت اشاعه ان فيها الزئبق الاحمر اللي بيستخدم في السحر وفي الحاجات اللي زي كده، فقالوا ان فيها. فاللي حصل ان الناس ابتدت تشتري الماكينات الخياطه القديمه اللي هي الخرده اللي ملهاش لازمه، لان هي كانت متخيله ان هي هتطلع في الاخر بالزئبق الاحمر. وبالتالي بقى يبقى انا بقول لحضرتك قد ايه ان لو الاشاعه اطلقت بطريقه احترافيه تعمل كده. طبعا كل الشركات المتنافسه في الصناعات اللي هي لها علاقه بالمستهلك المباشر زي الصناعات الغذائيه والحاجات اللي بتتباع في السوبر ماركت وكده، تلاقي مثلا ان شركه كذا راحت مطلعه ان المسحوق كذا ما بيعملش كذا مع كوفيد 19. فهو بيقول ايه؟ بيقول اشتري مني. طب مين قال ان انت بتعمل حاجه مع كوفيد 19؟ وهكذا. فبيبتدي كل بس المتلقي بقى. زمان كنا بنصدق التلفزيون جدا، وبنصدق الجرايد جدا، وهو ده كان مصدرنا الوحيد. تمام. وكان دليلك انه الكلام اللي بتقوله صح، انه ده طلع في التلفزيون. ايوه، ده بس كده، كان كفايه، كتب في الجورنال. او ده طلع في الاهرام، يعني انا مش بعمل اعلان طبعا. طلع في الاهرام، اهرام خلاص، يعني كلنا مفروض ان احنا نصدق. دلوقتي السوشيال ميديا بقت بديل. لا، هي مش بديل، اصبحت هي الميديا. يعني المسار الاول هو السوشيال ميديا. ليه بقى؟ اولا فيسبوك، لان كل ده، لان الناس لا تنفق. يعني هي لو الحاجات دي فيها انفاق كان كل واحد هيحسبها قبل ما يعمل ريشير او شير او ريبوست الحاجه. وبالتالي عشان ببلاش، فهي تنتشر فيها الشائعه كالنار في الهشيم. وبرده مره ثانيه، الشائعه لابد ان تجد هوى لدى المتلقي. لو لم تجد الشائعه هوى لدى المتلقي، مش هيعيدها ومش هيقولها للتاني. بنعمل حاجه كتيره كده، كتير قوي بنعملها في التدريب في المؤسسات. بنقول لكل بني ادم، كلم الشخص اللي في الاوضه اللي جنبك بالتليفون
وقول له رساله لمده 15 ثانيه وما تعيدش كلامك. هو مش مسموح له انه يسالك انت قلت ايه. فانت هتقول الرساله دي 1 2 3 4 وعليه هو ان هو بيتلقاها من غير ورقه وقلم، ويعمل ايه؟ وينقلها للي جنبه بالتليفون. وبنعمل لحد ما تشوف اخر مره واحد في نهايه الامر بنجيب الرساله اللي طلعت في نهايه الامر مكتوبه والرساله اللي طلعت في اول الامر. لا يعني بنجد ان 90% من الرساله الحقيقيه تم محوها، واضيف عليها فوق ال 90% دول كمان 40% تاليف، فاصبحت الرساله 130% مما كانت عليها، منها 10 حقيقه و120% تاليف. الناس دي مش كانتش ناوية ان هي تعمل كده، ولكن دي طبيعة بشرية ان انا باخد وعندي جوايا مراية اللي هو بيسموها دي ملهاش عربي الاتيتيود. انا باخد الحاجة اللي تعجبني بفهمها واستوعبها، واللي ما يعجبنيش ودي تاني، اللي مش عاجبني برمي. يعني ايه اتيتيود بالعربي صحيح؟ مفيش. مفيش الكلمة دي، ما انا يعني انا ده شغلي. مفيش اي كلمة، اي كلمة هتبقى مقللة. هو الاتيتيود ده عبارة عن ايه؟ عن ان انا الحاجة اللي بتتقال لي لو عجبتني، لو صادفت هوا لدى نفسي فانا هكررها، او هتعجبني او هنبسط او هبتسم. لو لم تصادف هوا فلن اكررها ولن احفظها ولن ابتسم امامها. فانا عشان كده بيقولوا البني ادم بيعمل هي فعلا الهوا قالي حاجه. أيوة قريبه هوى منها يعني هوا يعني لدى النفس، هوا لدى النفس. فاللي بيحصل بقى ان كل بني ادم بياخدها يحطها على المرايه. عارف حضرتك المرايا زمان في الملاهي، حضرتك ما توعيش احنا لا لا عارفه في اوضه مهمه قوي في تسخنك وتأثرك وتطولك. كل واحد فينا عنده مرايته المعدوله والملفوفه واللي بتعمل، وهو بيشوف من خلال هذه المرايه اذا انعكس عليها الصوره الحقيقيه فيراها هو كما يود ان يراها. فده اللي بيحصل بقى في نقل الشائعات، ان انا باخد الكلمتين وبالذات لو كانوا غامضين في موضوع مهم، يعني موضوع مهم ويتميزوا بالغموض، ودول الشرطين الرئيسيين، هروح واخدها واوعدها بطريقه العليم ببواطن الامور. تنتشر بقى دلوقتي في على مثلا واتساب الفويس مسجز. ممتاز. انا في النوع الاول اللي هو ما بيقولكيش هو مين. بصوا يا جماعه انا الحيلة عندي 1 2 3 4 والناس واقفه بتموت والحراره والمش عارف ايه وبناء، خدوا بالكم خدوا بالكم خدوا بالكم، سلام عليكم وخلاص ويقفل. طيب حضرتك مين؟ غموض. كلنا مهتمين بالكيس، كلنا مهتمين بالكيس، هنسمعها. طيب اللي بيفهم في الموضوع لن تصادف لديه هوى فهيمسحها، اما اللي مش فاهم فهو قلبه على اصحابه فيشير بقى ال 30 في ال 30. خدي بالك ال 30 دول هيشاروا كل واحد فيهم ل 30 15 ثانيه. ايوه بقوا 900. أيوة. فاحنا ممكن في خلال 8 9 دقائق ننقل هذا الامر لالاف بل لمئات الالاف. صحيح. وبالتالي فدي اول سنة. لا عندنا في الكوفيد 19 ده بقى اللي هو الكورونا اللي احنا فيها دي، ده اقوى مثال. كلنا اتاكدنا ان هي هتموت بالحراره لما الصيف يجي. ما حصلش. كلنا اتاكدنا انه عشان اخذنا تطعيم الدرن فالحمد لله احنا مش حصل لنا حاجه. ما حصلش. وغير بقى كتير، وقعدنا وانه بيستنى في الهواء لحد دلوقتي مش حاجه مؤكده. يعني بس ما شاء الله كل واحد بيطلع، والناس كلها للاسف طلعت حوشت الادويه، لمت الادويه اللي في الصيدليات كلها. انا لسه صوره امبارح مطلعين مجموعه من البنادمين قدامهم فلوس قوي قاعدين على الترابيزه، بيقولوا دول باللي بيبيعوا المكملات الغذائيه اللي باعوا في خلال الثلاث شهور دول اللي كان منتظر انهم يبيعوه في السنتين اللي جايين. فايه اللي حاصل؟ ان دي برضو بتبدا باشاعه. الاشاعه لها غرض او ما لهاش غرض، بس هي طلعت الاشاعه. الاشاعه حضرتك احد المكملات الغذائيه جابوا سيرته من 4 ايام، كان مرمي في الصيدليات من 2018 و2019، ما حدش راضي يشتريه لانه ملوش استخدام. حضرتك النهارده الصيدليات مع انه الدكاتره المختصين بالتغذيه بيقولوا انه الاكل لو كلنا صح وخدنا العناصر او الفيتامينز دي في العناصر الغذائيه مظبوطه هتكفينا جدا. نمره واحد افضل، نمره اتنين لكن الهوس دي مهمه جدا طبعا، والرعب دي بقى فالناس بتشتغل على ده. الناس شغال. فممكن يكون حد مستفيد يطلق اشاعه انه فيتامين مثلا كذا بيعمل كذا عشان هو عنده مثلا. المستفيدين كمان شفنا تصنيع بقى كمامات، وللاسف برضو حاجات
طبعا هو لازم لبس الكمامه، ده قرار وزاري ووزاره الصحه وكمان دولي، المفروض انه لبس الكمامه. لكن اقصد انه في ناس متنطعين وعايشين على فكره الاستفاده. الفرص، الفرص ده بالمناسبه الناس اللي بتخلق الفرص دي بيسموهم بالانجليزيه انتربرنور. ده بني ادم يتميز بالمعيه شديده جدا، ان هو لقى فرصه ولمحها وطلع بيها. انا مش بتكلم اخلاقيا، اخلاقيا هنبقى نتكلم عليه بعدين، ولكن في اي اشاعه قدامها مستفيد. ايوه صحيح. اذا كان هو مطلق الاشاعه فهي مبرمجه، واذا كان استفاد منها فهو عبقري. وبالتالي ده لازم ان احنا كلنا نكون برضو عارفين ان كل اشاعه لها اثار جانبيه، والاثار الجانبيه دي بيستفيد منها بعض. متى تكثر الشائعات؟ تكثر الشائعات مع الغموض، غموض الامر، كلما زاد غموض الامر واهميته. غير كده لو موضوع مش مهم، يعني لو جيت لحضرتك قلت لك مثلا ان ثبت ان في قرد مات في بروناي، هتنقليها لحد؟ هنساها اصلا. صح كده؟ ليه؟ لان الموضوع لا يهمني مش ولا مهم يخصني. ولا يخصني. مظبوط. لكن لو جيت بقى قلت ان في قرد مات بكوفيد 19 في بروناي ونقلوا ل 20 بني ادم بس خلاص. مثلا يعني. بس خلاص وحشرت. هتبتدي تتحرك. لو قلت بقى ان القرد ده كان في حديقة الحيوانات في مصر وجاله كوفيد 19، اوعدك ان 102 مليون ولا 104 مليون بني ادم هيسمعوا القصه دي، وهو هي في النهايه هي نفس. طب هل الاشاعه فن؟ طبعا. يعني في حد فنان في انه يعمل اشاعه متظبطه كده وتتصدق، وحد غشيم ما بيعرفش يظبطها؟ بالظبط. الاشاعه برضو، الاشاعه دي زي الاشاعه دي عامله زي علم التسويق او الماركتينج. حضرتك بتشوفي ايه؟ اعلان معجون اسنان، يجيبوا واحد راجل وسيم او واحده ست جميله كده ويلبسوها بلطو وسماعه، وتبتدي تقول ان معجون السنان ده هيخلي الاسنان كذا. غالبا اللي بيتصور ده موديل. بس كل الناس شايفه ان هو ايه؟ دكتور سنان. بس خلاص حلو خلص. فيبقى هي هو الاشاعه بعمل كده. بقول لك على حاجه، 90% من اللي بيتصوروا اسنانهم دي اصلا مش حقيقيه. خربان. يعني ايه؟ بيبقوا عاملين بقى اللي هي الهوليوود، يعني بتبقى اسنان فيك كلها وبيضحكوا. فطبعا احنا بنجري ورا الترند. فدي السكه. طيب جميل قوي. يبقى انا لو استخدمت نفس التكنيك ان انا اروح جاي لابس الجاون بتاع الدكتور الاخضر الجميل ده، واروح حاطط على دماغي اللي بيحطوه الكفر اللي بيتحط ده، واروح ماسك الميكروفون وابتدي اديكم نصايح في البتاع. في اللي ما يعرفنيش هيفتكر ان انا. وانتشرت فيديوهات لمجموعه من الصيادله، هو ما قالش انه صيدلي، بس هو لمجرد ان في مجموعه من الادويه وراه. انا ممكن ادخل صيدليه او احط شويه ادويه ورايا واقعد اتكلم. انا قلت ان هو صيدلي. طب مين قال انه صيدلي؟ ما هو ما قالش. هو الراجل ما قالش، وما قالش لا اسمه ولا قال اي حاجه خالص. صحيح. يعني احنا بنميل كبني ادمين، نميل لتصديق ما نرى قبل ان نصدق ما يقال. طيب اخيرا وسريعا، نصايحك كده للمتلقي قبل ما نختم. دي اهم حاجه بقى. يعني انا يمكن جاي النهارده عشان الحكايه دي. اول حاجه يا جماعه، اول حاجه استفتي قلبك. استفتي قلبك، الكلام اللي انت بتسمعه ده هل هو عقلاني عاقل ولا لا؟ يبقى دي اول حاجه. اذا كان غير عقلاني ما تعملوش شير. نمره اتنين، الحاجه اللي جايه لك وبالذات على واتساب اللي جايه عليها علامتين صح، اللي هي يعني معنى كده ان دي اتعمل لها شير مره واتنين وتلاته، بص لها باهتمام ان احتمال كبير جدا انها تكون شائعه. نمره تلاته، الصور. الصور يا جماعه، الصور دي اليه ضخمه جدا لخداع البني ادم. وانا اللي هقوله دلوقتي برضو مره تانية ما هوش اعلان. في اي صوره تجيلك النهارده وعايز تتحقق ان الصوره دي حقيقه ولا لا، روح في سايت اسمه جوجل ريفرس ايمج. اعمل ابلود للصوره هيجيب لك اصلها. فاذا كان اصلها زي الصوره انهم يقتلوننا كما كانوا يقتلون العرب، صوره كانت فيك ما لهاش 30 لازمه. ما لهاش 30 لازمه، بس في ناس كتير قوي صدقتها وشاركتها. بالظبط. اي صوره تجيلك، اي صوره تجيلك، لو سمحت راجع جوجل ايمج وابلود ونعرف اذا كانت الصوره دي حقيقيه. انا بعمل كده. جوجل ريفرس ايمج، انا بعمل كده. الاهم من ده وده، هل ستفيد ام لن تفيد؟ صحيح. اذا تشعر انها تفيد اعملها، اذا كانت تشعر انها لا تفيد ارجوك اقتلها في تليفونك. صحيح. دكتور حسام فرحات، استاذ الموارد البشريه بجامعه الامريكيه، نورتنا.
ميرسي جدا لحضرتك، ويا رب دايما تكون بصحه كده وبسلام وبخير. ربنا يخليك. هناخد الكلام بقى اللي قاله دكتور حسام وننتقل الى الجانب الديني اللي هو بيجرم الفتن. احنا بنقول شائعه وبنقول كلمتين على الفيسبوك وبناخدها ساعات هزاره وتهريجه، لكن هل ممكن فعلا حرفيا اكون انا بأشارك في فتنه من اللي نهى عنها الدين، نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى ونهى عنها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ ده اللي هنعرفه ونعرف فكره الشائعات من المنظور الديني. دكتور احمد فخر الدين استاذ الشريعه الاسلاميه بعد الفاصل.